تكلمني؟ والله الحمد لله أنا خير من الله. مرحبا وانت بخير، صحة والسلامة للجميع إن شاء الله على الشعب العراقي. الله والله زين الحمد لله، والله عايد كل العراقيين وأمي وأبوي وأخواني وخواتي وكل صديقاتي بالدوام. الله يخليك إن شاء الله. والله الحمد لله زين، بس يعني تعرفين عيد وزحامات الطريق وهذه، فبس عادي زين. لا والله أنا ما أعرف أسوي. أكيد أكيد إن شاء الله. الحمد لله الحمد لله. والله هي عادة يعني زيارة الأهل والأقارب والأصدقاء. والله أهني كل العراقيين والمسلمين جميعا إن شاء الله، وأهنا وأقاربنا وأصدقائنا. والله أمنية الأمن والأمان إن شاء الله كل العراقيين. والله يعم الأمن والأمان على العراقيين يا ربي، والله هي أمنيتنا الوحيدة يعني. كل عام وأنتم بألف خير. الحمد لله علينا وعليكم إن شاء الله. طبعا لا ثاني يوم باعتبار زرنا الأهل والأقارب. والله الأجواء جيدة لأن الازدحام ما كل يوم، اي فجينا بالسيارة ماكو ازدحام زينة، بس هنا أنا شوية الكثافة صارت أكثر. والله أهني والدتي ووالدي وأصدقائي وكل الأقارب والأحبة. بالنسبة للكليجة صرت خبير عن طريق اليوتيوب، وأنا قمت أسوي الكليجة والأطفال هم اللي يشوفوها. أكو جهاز للكليجة خاص، فأنا الأعجنة وهم اللي يسووها. تباوع بس تباوع لأن مو قوية بالكليجة. طبعا يا هسه عيدية دكتور. اي مناسبه وكلها اول يطلع. اي كلها الاول. والله هي الامنيه الوحيده يعني اللي يعني كل العراقيين الامن، اهم شيء الامن. ايه هو اهم شيء الامن. الله يسلمك. والله محترم. اي حبيبي بس مريض انا شوي ما. اي والله. الامه الاسلاميه جميعا. لا مو من انا، مو من السماو. لا يسوون طبعا يسوون. لا ما اكو طريق محترم. امان امان السماو امن، امن مدينه بالعراق. الله يحفظك. الأم والأهل والعراق كافة. وأنت بألف خير عيوني. أهلا وسهلا يا مرحبا. الله يسلمك بارك الله بيك. إن شاء الله عيدكم مبارك وعلى العراقيين جميعا، وإن شاء الله الله يحفظ بلدنا العراق، وإن شاء الله من فرح الفرح ومن السعادة السعادة. والله الحمد لله الأجواء زينة، وبالنسبة لي هاي جاي من قضاء حديثة. نعم من قضاء حديثة، الأهل بحي الجامعة معايدة، وجينا هم نشوف مول المنصور والأجواء زينة وبفضل الجهات الأمنية وبتوفير الأمن وبفضل الحشد وجميع قواتنا الأمنية الله يحفظهم. والله الوضع كل زين بحديثة الحمد لله. نعم مستقرة. نعم والله من خلال شاشتكم الكريمة أحب عايد جميع العراقيين، وإن شاء الله بالحفظ والسلامة، وأعايد جميع أقربائي لبغداد وجميعهم إن شاء الله. عاداتهم وتقاليدهم بالعيد يعني مو مثل عادات يعني يمكن تفرق من منطقة لمنطقة من محافظة لمحافظة. أول أيام العيد اعتيادي زيارة الأقرباء، لأن صلة الرحم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصى بيها، فاعتيادي بالنسبة
للعادات والتقاليد بحديثه، توزيع الكليجه، هاي هالاشياء. نعم امنيه خاصه، نعم احب الله دائما لهذا العراق الحبيب وبغداد الحبيبه، دائما احب ان تزدهر وتكون احسن مناطق بلدان العالم، وان شاء الله بالامن والاستقرار، هذا امنيتي انا الوحيده. هذا العيد يعني نعم ونعم نعم افضل. اقبالها والله ما يعني هو اهم شيء اختي العزيزه، دائما الامن والاستقرار هو يوفر كل حاجات الانسان. والله احنا تقريبا شباب عراقيين بس بالعيد نتونس، يعني ايام العاديه شغل نلتهم يعني باحواننا، بس بالعيد نطلع شويه نغير جو. نجي اهني اولا اصدقائي اللي وياي والاهل، وان شاء الله عيد مبارك على الشعب العراقي. والله يعم الامن والامان بالعراق، الصحة والسلامة إن شاء الله على العراقيين وعلى الأمة الإسلامية أجمعين إن شاء الله. والله أجواء العيد حلوة، خاصة بغداد الحبيبة العاصمة، وإن شاء الله يعود الأمن والأمان على ربوع العراق العظيم، وعانى ما عانى العراق، وإن شاء الله من نصر إلى نصر في دحر الإرهاب، ونحن نعيش أجواء عيد الأضحى المبارك. نتمنى للأمة الإسلامية والعربية والعراق العظيم الازدهار والأمن والأمان، ويعم إن شاء الله الأمن على العراق الحبيب. والله تعرفون احنا يعني العراقيين بصورة خاصة أول أيام العيد نهني الأهل والعائلة الكريمة، وثاني يوم العيد وثالث أيام الأعياد نطلع للمولات والأماكن الترفيهية لغرض الترفيه عن الأطفال والخروج من الأجواء اليومية. وكما ترون الموظف هو يعني يتمتع بإجازة 4 أيام أو 5 أيام يريح باله، وإن شاء الله من نصر إلى نصر في ظل العراق العظيم. والله نهني الأمة الإسلامية ونقول إن شاء الله الأمن والأمان على العراق العظيم. والله إن شاء الله الأوضاع الأمنية في ظل القوات الأمنية والجيش العراقي والشرطة، وإن شاء الله ماكو شيء، وكما تشوفون أنتم الأجواء كلش طبيعية في مول المنصور. وأنت بألف خير، إن شاء الله ينعاد على شعب العراق بصحة وسلامة، إن شاء الله كل العراق فرحان وبخير إن شاء الله. والله اجواء العيد يعني قاعد تشوفين الاجواء، العوائل فرحانه، وان شاء الله صارت العراق صار احسن من قبل، ان شاء الله يعني نريد الافضل ان شاء الله بعد اكثر. طيب اهني اهلي وكل قرايبنا، وهني اصدقائي، وهني كل شعب العراقي. انا مصطفى، حياك الله. العادات دائما نجتمع، العوائل يجتمعون يعني الاقارب يجون، زياره الاقارب، صلاه العيد على قولتك، بس تصير اشواح يعني اجواء حلوه تصير. والله اتمنى الشعب العراقي دائما مرتاح وبخير ان شاء الله. وانت بألف خير، صحه وسلامه. والله يعني كلش حلوه وممتعه. طبعا أنا من بغداد. نعم.
حيدر. حيدر حيدر طبعا اكيد طبعا، يعني زيارة الاقارب. زيارة الاقارب الكل اصدقائي واقربائي واهلي، هنيهم ان شاء الله عيش سعيد، نعاد عليهم بالصحه والخير والعافيه. امنيتي ان شاء الله الله يعني يحقق العراق ويجعلهم بالصحة والسلامة وأكثر وعافية. أنت بخير إن شاء الله. الله يسلمك. أبو عبد الله؟ نعم تفضل. نعم. أبو عبد الله أنت بألف خير. شلون شفت الأجواء؟ الحمد لله والشكر زين الحمد لله. أمان. الحمد لله والشكر. الحمد لله العشون إن شاء الله. أهم شيء الكليتشة. قبل العيد مثلا بأربعة أيام خمسة نبدأ بتحضيرات الكليتشة. أي طبعا أول شيء الحمد لله طبعا أي العشون والله الأمن والأمان والاستقرار إن شاء الله الحمد لله. أهلي أطفالي شعب العراق يا ربي الأمن والأمان. والله أول مرة نطلع لأن خطار دي يجينا وقاربنا فاليوم الحمد لله. هي الفلوس كلها عندها. أنا أطيع يدي. إي إي أنا أطيته. إي. يعني الطقوس مال المن؟ والله هو اول يوم هي زارت نزور الاقارب وتجونا خطار شغلات هاي. والله هني كل الشعب العراقي، والله هم الامان على كل الشعب العراقي ان شاء الله. والله الامان بس. يا بنوتش مرحبا. علا بألف خير. خامس إعدادي. تسلمين. الشعب العراقي كافو أهلي. أي طبعا. اي ويا مرضى اخويا ام حور. ام حور تسلمين وانتي بالخير خير. والله شيء كلش حلو وجميل من يشوفيك ناس طالعة نحس بالامان طبعا. لا طبعا هاي ثلاث ايام نحن يومين نطلع الحمد لله. مر على مر زيونا قازينو شان يمنا هم طلعنا. ايه الحمد لله. طبعا الكليتشه يعني نسوي كليتشه التنظيف ايه نتنظف نسبح الجهال الحمد لله. ايه الحمد لله طبعا. طبعا امي ما شفتها. Thank you.
أقول لك العام وأنت بخير هي وأبويا. أقول لك العام وهي بألف خير هي وأبويا بالفاروق بالفاروق. تسلمين. خواتي أحب أهنيهم والله هم وأخوتي. لا 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 نفس الشيء. باكر. ان شاء الله. تسلمين. ان شاء الله يا عم الامان والسلام على الموصل على العراق كله ان شاء الله. تسلم. تسلمين. ما متزوج يعني عزم. ايه كل عيد نطلع من الغابات. ايه ايه شو شلون امي وابويا هم طير ايدي اي بس ما خرج اخي على عيني يا سالم بالالف خير على العراقيين ان شاء الله اجمعين. صار لنا تقريبا اكثر من سنه ونص سنتين بس انا تقريبا 5 سنوات صار لي ببغداد تزوج شي صار لي 2 سنين الموصل من منطقه النبي شيت الايمن. الحمد لله الناس مستقره وعايشه وبخير رجعت الاجواء حلوه للموصل الحمد لله رجع الامن والسلام ماكو فرق ان شاء الله بس طبعا الموصل اطيب طبعا ايه صح ايه بس ظروف حكمتنا استقرينا حاليا ببغداد ان شاء الله عن قريب ان شاء الله ان شاء الله والله عايد لهنا بالموصل الاقرباء والاصدقاء كافه والله اتمنى الامن والامان محافظه نينوى والموصل والعراق عامة مو بس الموصل إن شاء الله ترجع الأجواء مثل قبل وأحسن إن شاء الله ونتمنى طلب من قائد شرطة نينوى ودولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ينظر قضيتنا إحنا الشرطة المفصولين الشرطة المحلية نينوى الحمد لله والشكر هسه قبل العيد رجعت المرور والجوازات وحماية المنشآت بقت قضيتنا إحنا المنظومية 13600 منتسب شرطة نينوى انفصلنا بدون اي سبب احنا مجرد احنا شرطه يعني لا ضباط لا شيء ليش الضباط رجعوهم وين احنا منتسبين شنو ذنبنا طبعا نرجع ما عندنا اي ذنب اكو يعني حتى لو مبدئيا كشهداء احنا ربعنا الشهداء لحد معامل ما كامله يعني هسه من اقربائي هوايه ما معامل يروح ان شاء الله والله حلوه اجواء العيد اي نعم جاء والله يعني اول يوم زياره الاقارب والمعارف والاصدقاء ثاني يوم يعني نطلعهم للالعاب اي اكيد اكيد صحيح وسائل التواصل يعني صارت هوايه فروقات نعم بعدها والله اي والله اي والله شال على قلبي اي اكيد لا والله أول يوم هو من أول يوم وصاعدا يعني والله صراحة بدون مجاملة جيدة جدا طرق مفتوحة أفضل من الأعياد إيه يعني هاي العيدين الأخيرات كل الزينة والله نهني الأهل والأقارب والأصدقاء خارج العراق وكل العراقيين جميعا هذا عبد الرحمن وانت بألف خير سادس ماما وبابا واختي اخذت عيدي من بابا لا
اي 10. طبعا عندك امنية خاصة فيك؟ اي هدفي اني اصير دكتور. اصير دكتور ان شاء الله. اصير دكتور من منارك حلوة. اصير دكتور. شكرا لك. منو مرحبا؟ هلا. بيداء. بيداء كل عام وانتم بخير. بيداء وانت بخير. جاي من الاهل؟ ايه احناك قاعدين. شو تقولين بالعيد؟ كل عام وانتم بخير. قال ايامكم سعيدة. أصدقائي صديقاتي وعمامي عماتي. كنت أخذ عيدين؟ إيه. أنت عيدين؟ إيه. من أبويا ومن ماما. من أبويا؟ إيه. عندك أمنية ها؟ إيه أنجح. الله يخليك شكرا. أبو محمد. أبو محمد كل عام وأنت بخير. جميعا إن شاء الله رحم الله والديك. شلون شفت الأجواء؟ والله حلوة. حلو حلوة. ونتمنى العراق دائما بهال الخير والسلامة والأمان. والله هذا اللي نتمناه احنا. الأوضاع افضل من الاعياد السابقة ام هسه؟ والله ان شاء الله تتحسن. ان شاء الله ما نقول احسن واسوأ. ان شاء الله تتحسن. سويت كليتي لو لا بالعيد؟ والله سوينا الحمد لله. ايه ام محمد سوت كليتها. اي طبعا. سيقول حابة عايد. والله عايد العراق كله بصراحة. زين أمي أهم شيء اللي ما يعيوني أمي. وألف رحمة على والدي همينا اللي ما شبعت منه شوفه بصراحة. زين الله يخليك رحم الله والدي إخواني وأخواتي وأقاربي جميعا والعراقيين جميعا. إن شاء الله. إن شاء الله. عندك أمنية حابة تقولها؟ والله العراق يصير بخير وإحنا بخير. هذا اللي نريده. صحة وسلامة من العايدين إن شاء الله من عواده إن شاء الله. الله يخليك يا هلال. أجواء حلوة العيد. العالم فرحانين والعالم متونسة هنا وأجواء جميلة. أعايد أفوني ابن عمي أقول له أيامك سعيدة كل عام وأنت بخير. تحياتنا لأفوني حبيبي وعايد جميع الناس العراقيين واللي يشاهدون. لا والله يعني لان والدي متوفي يعني من قريب ويعني ما ببالش. رحم الله والديك. اشكرك. اشكرك. وانت بألف خير. رحم الله والديك. والله حلوه يعني ناس طالعه متونسه. لا البارحه طلعت واليوم. اي طبعا كل بيت طبعا طبعا. ما مهم. اي سويت. لا عندي يعني ناس زعلانين معي يعني اقارب. كل عام وانتم بخير. ما احب احد يزعل علي يعني. كل شخص زعلان علي وانا زعلان عليه مسامحه. ومو زعل هو يعني سوء تفاهم يصير. يعني عند ابن خالتي مثلا ايفون. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. هو ام اخويا الكبير يعني. ان شاء الله ان شاء الله. لا ماكش ان شاء الله. لا الحمد لله يعني ما عندي فد شيء يعني معين لو يعني فد شيء ببالي. هني لكل الشعب العراقي. اسعد الله اياكم ان شاء الله من العايدين. نتمنى ان شاء الله التوفيق للشعب العراقي والامن والامان والصحه والسلام ان شاء الله.
ابو منتظر. والله الحمد لله يعني امان يعني تحسن 70%. لا زين الحمد لله، دا اقول لك يعني 70% بالهسل احسن يعني. من ناحيه الطرق مفتوحه ويعني زين الامان، الحمد لله يعني اكو امان. اي بلا شك طبعا طبعا، هي اكو ماكو بيت ما يخلى من هاي العادات. كلها تسوي من الكليتشا والغيره وزياره الاقارب الام والأ يعني اذا كان موجود الاب او الام والخوات يعني وهكذا. اي لا الحمد لله. والله شوف هذا العيد احسن من ذاك العيد، لانه شويه يعني الامان شوي صار اكثر، صار اكثر من ناحيه يعني الطرق موجوده مفتوحه موجوده ويعني الامان احسن من قبل. هو الشيء اعتيادي اللي معروف عنه الكاهي والجيمر هاي يعني هي هذه. والله نتمنى شيء واحد، ان تشكل حكومه قويه بمحاربه الفاسدين. والله نهني الشعب العراقي عامة وخاصة خاصة، وهني والدتي بمحافظة ميساني مباقر حبيبة قلبي حبيبة عمري. يا ربي صحة وسلامة إن شاء الله علينا وعلى أمة محمد ويا أولادي. أولادي الله يسلمك الله يخليك. العيد حلو بالأطفال، بالأطفال هم المحلين العيد. اي كل واحد 5000 كلهم عيديه، هم ولد اختي هم كلهم عيديات يستاهلون. سو امرنا لله. اكيد اكيد هاي عاداتنا، سوينا كليتشه وسوينا فطائر ولحمه بعجين وطلعنا للملاعب وجينا للمول. جينا للمول كل عيد، عيد الاضحى، عيد الاضحى اول الصباح نروح بيه للمقبره للمتوفين نزورهم ونوزع الكليتشة ونعايد الجهال يلبسون ملابسهم مال العيد الجديدة وياخذون عيدياتهم ونطلع للشارع. حلو الشارع. أكيد أكيد أكيد. إيش تريقنا أول يوم؟ مخلمة مال المعلاق وشلاوي. لا 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 غالي شوية الكاهي والجيمر ما اشترينا هالمرة. مخلمة. اي أيوة والله هالمره يعني هالمره الشارع شويه حزين على الاوضاع الامنيه اللي بيها، على الله يرحمها وفاه دكتوره رفيف، على كل شيء كل شيء يعني الوضع شويه مو مستبد، بس العيد شو نسوي للجهال. امي حبيبتي، امي حبيبتي واختي، اختي خارج العراق العظيم واهلهم اهلهم بعاد، وكل واحد مغترب خارج العراق ويتمنى يعيش هنا ويانا بالعيد اني اهني الكل دون استثناء. يعني عندي هواي اني مغتربين هواي حبيبة قلبي. مرحب. وانت بخير؟ يعني جينا هنا طيتها لامك صعدنا العاب. عايد ببيتي وخالاتي وبابا. عيدكم مبارك، ايامكم سعيدة، ان شاء الله بألف خير. وانت بخير؟ زينين. شتمنى؟ دكتور. أمين دكتور. حبيبة قلبي عيد المبارك إن شاء الله علينا وعليك. والله الصحة والسلامة والستر والأمان لأمة محمد إن شاء الله يا ربي. حبيبة قلبي الحمد لله الله يخليك. لا والله بوحدي وأنا وسهل العزيز. أنت بخير الله يسلمك ويعيدك. يا مرحبا. والله الأجواء كلش طيبة وحلوة بأيام العيد السعيد.
الحمد لله كل زينة، والله العمل كل زينة زينة. والله زيارة الأصدقاء والأهل والأخوة وماكو غيرها. هي والله سوينا كليتها المرة سوت كليتها والله الله يعافيه. والله احنا الشعب العراقي اجمعين والامه العربيه والاسلاميه كافه العراقيين جميعا يعني. ابو احمد هذا العيد مختلف عن الاعياد السابقه. والله ان شاء الله احسن افضل ان شاء الله الافضل. اي نعم. اي والله انطيت عيدي. اي والله انطيت عيدي. والله ماكو واحد زعلان بس اهني الشعب العراقي اجمع ان شاء الله والعراقيين واهلنا اللي بداخل العراق وخارج العراق ان شاء الله. امنيتي الامن والامان ان شاء الله العراق. والله الامن والامان ان شاء الله الشعب العراقي جميعا. كل عام وانت بخير. الله يسلمك رحم الله، الله يسلمكم. رحم الله والديك. يا ابو طيبه. طيبه يعني انت بخير الصحه والسلامه ان شاء الله على الشعب العراقي، يعم السلام والامان جوه نبي. الحمد لله وشكر ان شاء الله دوم ان شاء الله الله يجعلنا بخير وسلامه. الحمد لله. لا لا الحمد لله الحمد لله. الكليات شيء والله العيد ما سويت ما سوينا اي يعني اي شيء مقابل شيء. يعني اذا شوفوا عيد يعني اذا جانا ذاك زين وهسه للاحسن وان شاء الله بعد الاحسن والاحسن ان شاء الله. اهل الشعب العراقي ان شاء الله يعم عليهم الخير والامان والسلام وعيد عائلتي والدتي واهل زوجي وخواتي وكل من سمعني وشافني. الله يسلمك. والله زوجتي وجهالي ومسابتي واهلي ولكم ان شاء الله. والله الحمد لله زين. احنا قريبين هنا منطقه الطوبشي. اي قريبين. اي والله يومي احنا بالسياره، عندي سياره واخذ عائلتي ونطلع. اي الله يسلمك. والله زين ماكو شيء، شوارع مفتوحه وكل شيء ماكو. اي ماكو شيء. لا ما عندي شيء الحمد لله، اهم شيء جهالي وزوجتي. كنت بألف خير. عادي امي وابويا والشعب العراقي. بابا 5 وماما 5. اي دكتورة. رحم الله والديك. تسلمين. رحم الله والديك. شكرا جزيلا وان شاء الله نشوفكم بخير ان شاء الله. والله ان شاء الله عيد سعيد على جميع العراقيين جميع أمة الإسلام، وان شاء الله دائما نشوفهم بأمان والنجاح والاستقرار للعراقيين كلهم. والله نعايد كل الأهل والأقرباء والأصدقاء والجيران وكل المعارف إن شاء الله. إن شاء الله والله حلوة يعني إن شاء الله نشوف ناسكم سعداء ومرتاحين، وهاي جهود الجهات الأمنية الناس المخلصين اللي دا يوفرون الأمن والأمان للعراقيين. نتمنى لهم كل الموافقية. الله يسلمك الله يخليك. والله اجواء العيد بصوره عامه هي مو اقول لك زينه 100% لانه الوضع الاقتصادي العراقي تعبان، فالعالم تطلع صح يعني منظر حلو يعني الوضع يعني طبيعه مثلا نقول حلوه، لكن امكانيه للشراء صعبه. بغداد؟ طبعا عادي هاي، بس هسه اختصرت لانه صارت معامل وانتاجات، فهذا واقع حال تغير هسه. والله بصراحه ما طلعت. والله شفت بيها عسكري بوقتها كانت حلوه الموصل، جنه الموصل. والغابات الشلالات شلون الشريش خانه هناك اكلنا الباشا الدولمه تخبط. والله
خاصة المعجنات والحلويات اللي كنت اجيب لكم مثل مسقول صغير نسيت اسمه، يعني لذيذ طيب. ايه طبعا طبعا الموصل عزيز عليه وعلى كل العراقيين. والله هني ذني بناتي هاي منى وهاي سلوى. وانت بخير حبيبتي على الجميع ان شاء الله، على العراقيين يا ربي ان شاء الله خير وسلام، وعلى اهلنا ان شاء الله طيبين يا رب. والله الاهل والقرايب وكل الاحبه يعني، وعلينا همنا وعليكم الله يسلمك. والله حلوه ونسه خاصه بالعيد يعني جمعه واهلنا ونطلع ونتونس والعالم حلوه اللمه. اي اي وهو هم العيد يعني يلفد يعني فرحه. اي اي شلون؟ اي 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 لا اني انطي البناتي. اي اي انطيت البناتي. والله ما سويت عبالك راحت ويا اهلنا قديمه صارت. اي اي صحيح والله. اي اكيد 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 يعني الاهل والله هي فرحه الجهال وهاي والاهل هو حلو عيد الله يعني. اي اي لا والله هاي ثاني مره اطلع لاني 50 والله رحت ثاني للالعاب وهاي همني راده والموال يعني علمت اكثر شيء يعني على الجهال. اي اي والله خاصة يعني هسه يعني هذا العيد يعني ما قطوعات زين يعني بغداد اي يعني الشارع سلس يعني شوية زين. اي 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 والله أمنيتي بس يعني انه العراق بخير والسلام كل شيء ما اريد. ان شاء الله. اي والله اي والله الله يسلمك الله يسلمك على الجميع امين يا رب ان شاء الله. لا انا طيت من الجهل ان شاء الله الحمد لله سويت طبعا طبعا والله هني كل اقاربنا واصدقائنا وان شاء الله خير لكل العراقيين الامان ان شاء الله ان شاء الله. أنا لها حق علي. اي حقها حقها. والله الحمد لله والشكر نعمه خير من الله، اجواء حلوه والشعب شويه تقريبا مرتاح بايام العيد. يعني لا هذاك العيد احسه افضل. ما اعرف لانه انا مرتبط بس هذاك العيد احسه افضل. لا كوضع عمي مرتاح. والله اهني الامه الاسلاميه واهني امي وابويا واهني عائلتي واهني الشعب العراقي وان شاء الله يستاهل الخير الشعب العراقي وان شاء الله الخير يعم على امه محمد وعلى الشعب العراقي. والله امنيتي خير للبلد خير للبلد ان شاء الله. علاوي هذا وانت بخير من ماما. والله اتمنى الامن والامان من العراق. دكتور والله اجواء طبيعيه يعني مو كل شيء يعني حلوه لان تدري ان العالم كلها مسافره برا بالنسبه لك. ايه كل اكثر شيء بالنسبه كلش قليل يعني العالم. هلا وعيني لذيذ وانت بخير عيني والله الاجواء حلوه
حلوة والزحام لا لا هاي يعني ويا الازدحامات فيعني ما حبينا يعني أول مرة نجي يعني على الثاني. أي أكيد أكيد سوينا. زين الحمد لله كل زين الأوضاع من كلش مستقرة زين الحمد لله ماكو شيء. أن كل الشعب العراقي كافة كل أطوافه بدون أي تفرقة زين أمنيتي الأمان، أهم شيء الأمان بالبلد واستقرار يعني أهم فوق كل شيء عندنا بالعراق. زين والله أحب أهني الأهل والأقارب والناس كلها إن شاء الله بخير وأمان يا رب. الله يسلمك إن شاء الله. والله أجواء جدا مريحة والجهال قاعد يتونسون والحمد لله. والله الأوضاع الأمنية مستقرة والحمد لله. اي عادي عادي هاي كلها الكليتشة وزيارة الأقارب والأهل، احنا أصلا جايين هم زيارة لأهلنا ببغداد. احنا أنا أصلا يعني من تكريت. اي يعني لا والله بتكريت تعرفين الوضع مو يعني شلون الوضع الأمني مو بعده مو هالكثر، فالمولات والهاية ما يقدرون يطلعون بيها بسهولة. لا انطيت عيدية من اول يوم العيد. والله اهني الشعب العراقي كله والجامعة تكريت واساتذة قسم الهندسة الكهربائية بشكل خاص. وانتم بألف خير الله يحفظكم. سلمكم جميعا ان شاء الله. وانت بألف خير حبيبتي اجمعين ان شاء الله. حلوة كلش حلوة الاجواء الحمد لله. اي والله اول يوم. اي اكيد سوينا عشان من نسوي. اي اكيد اي. لا والله ما انطانا عيديه. مو هي كل شيء بديها، هي تعطيني عيديه مو انا اعطيها عيديه. وانا انتظر من عندها عيديه. لا لي هسه. هاي خلص العيد اليوم الرابع وبعد كل شيء ماكو. الله يحفظكم الله يسلمكم. نعم والله صلاة العيد صليناها وزيارة الأقارب ما صار مجال لأن أنا داوم بالمطار والحمد لله وشكر تعرفين دوام متواصل، فاليوم قدرت أفرغ نفسي ويلا اليوم قدرت أطلع العائلة الحمد لله. والله إن شاء الله أحسن الأوضاع الأمنية البلد إن شاء الله الوضع الأمني في تقدم ونتأمل خير إن شاء الله. والله السابقة يعني قبل كم سنة لو السابقة القديمة والله تقريبا نفس الشيء يعني ماكو فرق يعني ماكو فرق. والله هو ماكو متنفس للعائلة العراقية بصراحة بالعراق ماكو متنفس غير تاخذهم لو للمول لو تاخذهم للمطعم ماكو غير مكان. المتنزهات تعرفين اشكال والوان بيها ناس ابو العائلة ما ياخذ راحته. ف يعني هالمكانات هاي اللي ممكن تجي تاكل الاطفال يلعبون هو هذا يعني. والله حابه اهني اهلي واقاربنا واختي بعمان هم عايدها الله ان شاء الله تحيا. والله امنيتي عم السلام على العراق والامن ان شاء الله ويحفظ الجميع ان شاء الله. اي اكيد اكيد طبعا. ايه الحمد لله دائما نجي ان شاء الله. والله اهني الشعب العراقي كل اطيافه وكل عراقي يعني واهلنا واقاربنا وكل من يحبنا ويسال عنا. والله امنيتنا يعم الامن بهالبلد وترجع لموثر من قبل يعني العالم تعيش بسلام وهو هاي امنيتنا يعني هاي امنيه العراقي مو اكثر يعني. مرحبا. اي 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 اصير دكتور. راح
اكيد 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 والله صحيح. هو الاطفال هسه والله دكتوره ان شاء الله. الله يحفظكم ويسلمكم. الله يسلمك وانت بالف خير صحه وسلامه ان شاء الله. الله يحفظكم ورحم الله والديك. كل عام والشعب العراقي ان شاء الله بالف خير وصحه وسلامه وامن وامان على الشعب العراقي. الله يسلمك. والله الحمد لله والشكر اجواء حلوه وجميله والامن متوفر الحمد لله والشكر، يعني تختلف عن ذيك الايام، وان شاء الله كل عام وانتم بالف خير. الله يسلمك. اي اكيد ما شاء الله، يعني العام العيد اللي جينا به ذاك العام كان يختلف عن الاجواء هسه، المره ازدحام يعني، بس الحمد لله شكون سيابيه حلوه وماشيه الامور. والله ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله والشكر يكون افضل اكيد بوجود. والله نهني الشعب العراقي وهني والدي ووالدتي وزوجتي واطفالي، واهم شيء الشعب العراقي كله بصوره عامه. الله يسلم. اكيد اي والله انا عندي صفاء بنتي الكبيره السنه ما شاء الله سويت كلياته طيبه، حتى جيت بالسيطره دا اوزع قبل ما شغل بنتي. الحمد لله الله يعافيك. هاي هدى حبة عايدكم. كل عام وانتم بخير والشعب العراقي بخير، وانا اهم شيء عايد امي وعايد ابويا، وهم مره ثانيه ارجع واعيد كل عام كل عام وانتم بخير والشعب العراقي. اخذتي عيدين مبارك؟ حبيتي الاجواء هنا؟ اي اصير دكتوره. الله يسلمك. الله يحفظك. انا احمد فاضل جبوري من كربلاء. الله يسلمك. اي نعم مدرس تربية رياضية الحمد لله. نعم الله يسلمك. والله لا الحمد لله والشكر، هي أجواء وين ما كان حلوة، بس أكيد يعني واحد يغير من منطقته لازم يروح غير مكان، يعني يغير جو يختلف عن جو آخر، والحمد لله والشكر. الله يسلمك رحم الله والديك. الله يحفظك، كل عام وأنت بألف خير، صحة وسلامة إن شاء الله. وطني الغالي وطني وطني، أنا أهواه طول الزمن، وطني الغالي فيه أزرع، وطني الغالي فيه أصنع، ربي بارك واحفظ وطني وانصر شعبي وقت المحن. أحلم أن أحيا في أمان، في وطن يزهو في الحب، زهو عصافير البستان، ما كانت أعوان بليل، أدفع من كل الأحضان، وكرامة شعبي زاهية كالورد بأحلى الألوان، حقا حين يزول العدل وتصان حقوق الإنسان، أدعو ربي أغطي وانصر شعبي وارسل معك. كل عام وأنت بخير وأيام سعيدة حلوة، شو تمني نصيرين؟ دكتورة. تجي تصيرين دكتورة؟ يلا إن شاء الله تصيرين أحلى دكتورة. والله الأجواء حلوة بس تكون حلوة أكثر إذا أكو حكومة مستقرة، إذا عجلون تشكيل الحكومة. والله إن شاء الله، لأن تعرفي ليش هذا هذا العيد بيعامل استقرار أكثر من الأعياد السابقة. الوضع الأمني تقريبا مستقر، نهاية داعش يعني صارت يعني وجوده انتهى إن شاء الله. والله العادات والتقاليد القديمة أحلى من هاي العادات والتقاليد، لأن تعرفين ليش؟ مواقع التواصل الاجتماعي ما خلت العوائل تنجمع، ما خلت العوائل تلتام، ما خلت واحد يلتقي بالثاني يسأل على صحته على أحواله. أكو بعض الناس حتى ما يقدر يكتب حتى رسالة، مجرد أنه معايدة يتزمه، بس هو هذا غلط. المفروض الصغير يسأل على الكبير، ها؟ واللي يتفقد يعني اي واحد بينا يتفقد الاب والام ويحاول، لان الجمعيه ماكو احلى منها، يعني الجمعيه تخلي النفوس هادئه، اللي زعلان الصالح وتجمع العائله على مائده وحده، قاعده وحده، سالفه وحده، فهاي واحد افتقدها، بس ان شاء الله ترجع ان شاء الله اذا واحد شويه سيطر على هاي المواقع ها واستخدمها بشكل صحيح ترجع هاي الامور كلها. والله اهني اولا الشعب العراقي ويا رب الامن والامان له، وبعدين اتمنى كل مريض الله يشفيه، واتمنى كل شهيد الله يرحمه، واتمنى كل واحد ما مستقر يستقر ويرجع الامان لهذا البلد. والله حلوه والعيد حلو والناس فرحانه، هي الناس عندها فرحه العيد. اي والله يا منور الازدحامات شويه والهذا تعرفين واحد
هي جمعة، همنا جمعتنا عطلة وهمنا يطلعون يتونسون. اي والله الكليات شو سويناها؟ رحت يادي العيادي الجهال كلهم. اي طبعا نط على عيادي، اخذنا عيادي وطينا عيادي. والله احب اهني اخواني واخواتي والشعب العراقي كله. بيوا قلبك. والله الامن والامان شر يد احنا، هاي اهم شيء وراحة البال. والله زين اكو ازدحام بس زين يعني يمشي. الحمد لله. والله حسب الوضع. اي والله زرنا طبعا، يعني احنا اليوم اعتبارا اول اي يوم رحنا، يعني رحنا زرنا وناس جتنا ورحنا العالم. مرحبا. شلون عام؟ انت بخير؟ انت بخير. شو تقولين؟ اصير انا موظفه. موظفه. ان شاء الله تصيرين موظفه. وانت بالي بخير. اي خليك بابا وماما. ها؟ والله قلت ما طاني. ها؟ موظفة. أنا راح أترابع إعداد إن شاء الله. إن شاء الله يعني دكتورة أسنان، طب أسنان إن شاء الله. يا رب. إي أكيد أهم شيء هاي. اي بس هوسه يعني صح حلوه بس هي اجواء حلوه يعني. انت بخير عيني يعود عليكم، الله يسلمك يعود عليكم صحه وسلامه. والله الحمد لله حلوه. زين الحمد لله. والله والدتي سوت كليتها يعني كلش كلش طيبه تسويها. اي الحمد لله الحمد لله. اول مره للمقابر وبعدين طلعنا على الاقارب والهذا، زرنا الاقارب قرايبنا خوالي عمامي. اول وحده بالدرجه لوالدتي. اي والشعب العراقي والحضرتك والكادر وابني وبنتي. امنيتي بالعيد يحفظ العراقيين والامن والامان. محمد. وانت بخير؟ ايه 25. لعبت فيها. لاعب. والله الحمد لله اجواء جيدة وممتازة، بس شنو مع الازدحامات طبعا. اي هاي شيء طبيعي. لا الحمد لله زين الحمد لله شيء. لا والله ما قدرت اسوي، اعتمدت على خالتي الحمد لله الشكر الحمد لله. طبعا هاي شيء لازم شيء موجود، يعني ما نقدر نقول عليه هذا تقليد يروح تقاليد تروح، لا هالشيء متواجد هذا. لا انطينا عيديه انطينا عيديه. اي طبعا شلون لا هاي شيء ممكن عندك. طبعا اي اي والله احب اهني اقاربي واهلي اللي بالخارج واختي همالتين، وتحيه كل الناس اللي هنا. بالي. والله اولا احب اهني اقاربي واهلي، وايضا عندنا اقارب برا بالخارج بلندن وبالسويد ان شاء الله، واكيد اهني همالتين الشعب العراقي ان شاء الله كل سنه وكل عام ان شاء الله. اني اعتيادي هو بداية العيد أول مرة أصير زيارة الأقارب بالتأكيد، وثم هماتين العصرية أصير طلعة مثلا متنزهات مولات شيء من هالقبيل هذا إن شاء الله. يعني والله أمنيتي أول مرة أنه يعمل أمان بالبلد إن شاء الله، هذا بالدرجة الأساسية، وأنه أن بلدنا يتطور بعد أكثر وأكثر، وانه تكثر وسائل الترفيه بالبلد وخصوصا ببغداد، لانه السكان بغداد هوايه بشكل، فيراد فد مراكز ترفيهيه اكثر ان شاء الله ان شاء الله. والله هي اهم شيء الامان البلدنا، هاي شيء منتهي من عنده
ونتمنى لأهلنا اللي خارج القطر أو خارج البلاد يرجعونا بالسلامة ويرجعون لبيوتهم ويستقرون إن شاء الله. حبيبي كل عام وانتم بخير إن شاء الله. مهندس